بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أسباب عبادة الأصنام الغلو في الإنسان، الغلو في الإنسان، فغلوا في أناس قد ماتوا وصوروا صورهم، جعلوا لهم تماثيل تحمل شبههم، كما حصل لقوم نوح عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا رجالا صالحين: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، فماتوا في سنة واحدة، فحزن عليهم قومهم وفقدوهم. جاءهم الشيطان لعنه الله وقال لهم: صوروا صورهم حتى تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. فصوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، ثم سكت الشيطان حتى مات العلماء، مات العلماء الذين ينكرون الشرك. فجاء الشيطان إلى قوم نوح بعد موت العلماء وقال لهم: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر. فبسبب الجهل وموت العلماء عبدوها من دون الله، فبعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينكر عليهم هذا الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. فعصوا نوحا عليه السلام وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فعصوا نوحا عليه الصلاة والسلام واستمروا على عبادة الأصنام التي على صور الصالحين. فلما عصوا ولم يستجب لنوح عليه السلام إلا عدد قليل، حوالي 140 استجابوا، وقد بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، ولكنهم عصوه، عصوه
دعا عليهم لما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لما دعا عليهم أرسل الله عليهم الطوفان، الطوفان، والطوفان هو الماء الذي ينزل من السماء وينبع من الأرض، فنزل الطوفان من السماء ونبع من الأرض، فارت التنانير حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. عند ذلك أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل المسلمين معه في السفينة التي صنعها، لأنه كان نجارا عليه الصلاة والسلام فصنع السفينة، وأمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل، فحملهم معه، والطوفان غطى رؤوس الجبال، الماء غطى رؤوس الجبال، فكانت السفينة تمشي على الماء كأنها في بحر حتى وصلت إلى جبل الجودي عند الموصل في العراق، فاستوت عليه واستوت على الجودي، استوت على هذا الجبل يعني رست عليه، فنزلوا منها وسكنوا الأرض، وأهلك الله عبدة الأصنام عن آخرها بسبب دعوة نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، أي ساكن دار، فلم يبق منهم أحد إلا المسلمون. نعم. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه وتعالى. غلوا في الصالحين، أو نوح غلوا في الصالحين وعبدوهم من دون الله، وحدث الشرك في الأرض من ذاك الوقت، والغلو في الصالحين، والغلو هو الزيادة في المدح والزيادة في تعظيم المخلوق، فلا يعظم المخلوق فوق ما يستحق، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. فعبادة القبور الآن هي غلو في المخلوق، لأنها غلو في الأموات الذين في هذه القبور، يغلوا فيهم وزعموا أن لهم تصرفات في الكون وأنهم ينفعون من دعاهم ويضرون من عصاهم، هكذا سول لهم شياطين الإنس والجن، حتى الإنس فيهم شياطين يدعون إلى الكفر وإلى الشرك، ولا يزالون يدعون إلى الشرك وإلى الكفر وينكرون على من دعا إلى التوحيد، ينكرون عليه ويقولون هذا لا يحب الصالحين، هذا كما فعلوا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
لما نسبوه له أنه لا يحب الصالحين وأنه يبغض الصالحين، يعني يبغض الأموات والمعبودات من دون الله، وما أبغض إلا أعداء الله، ما أبغض إلا أعداء الله عز وجل. ودعا إلى التوحيد الخالص، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم جددها. نعم. من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه، وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. نعم، وهذا لا يزال يزيد وتعاظم الغلو في الصالحين، مثل البدوي في مصر. البدوي في مصر كان من أهل الحجاز، من أهل مكة، ثم ذهب إلى مصر وكان جاهلا، فغلوا فيه. ليه غلوا فيه؟ لأنه دخل في المسجد يوم الجمعة وبال فيه وخرج ولم يصلي ولا أصابه شيء، الله جل وعلا أمهله ما أصابه شيء، قال هذا ولي من أولياء الله، ما وصل إلى هذه المرتبة إلا أنه ولي. فنصبوا على قبره بناية وعبدوه من دون الله، ولا يزال يذبحون عند قبره ويأتون من بلاد بعيدة وينزلون عند قبره وفي ساحة قبره يذبحون الذبائح له ويدعونه. وانتشر هذا في غير مصر من البلاد التي لم يوفق من يدعوهم إلى الله ويجدد لهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن في نعمة عظيمة يرجع سببها وثوابها إن شاء الله إلى هذا العالم الرباني الذي قام بالدعوة إلى التوحيد وصبر على الأذى، والله جل وعلا أعانه وتكون مدرسة للتوحيد في بلاد نجد في الدرعية، وانتشرت ولله الحمد مدارس التوحيد في بلاد نجد بسبب هذا العالم الرباني الذي وفقه الله عز وجل والذي صبر على الأذى وطورد ولكنه صبر، ولم يكن معه ميزانية وأموال وما معه إلا مروحته اليدوية يومي بها على وجهه ويقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويردد هذه الآية من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنفع الله بدعوته واستجاب له آل سعود، وفقهم الله وبايعوه على النصرة، بايعوه على النصرة وعلى الجهاد في سبيل الله. ومنذ ذلك الوقت وهذه البلاد في خير ونعمة ولله الحمد، في ظل هاتين الأسرتين، آل الشيخ وآل سعود، وفقهم الله وأعانهم وبارك فيهم. نعم. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله،
فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا له وشبها له. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله أندادا أي شبها ونظر لله وأنتم تعلمون أن لا أحد يشبه الله سبحانه وتعالى، تعلمون هذا في فطرتكم، تعلمون هذا في فطرتكم وتعلمونه من دعوة الرسل أيضا عليهم الصلاة والسلام. نعم. فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا له وشبها له، لا أن يشبه هو، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق. فهذا لا العكس، يعني ما عرف أن أحدا شبه الله بخلقه، وإنما العكس، شبه الخلق بالله عز وجل فغلوا فيهم وعبدوهم من دون الله أحياء وأمواتا. نعم. هذا واجبكم، واجب كل طالب علم أن يقوم بالدعوة إلى الله في بلده وفي البلاد التي يصل إليها، ينشر هذه العقيدة، هذا التوحيد، ينفع الله به، فيكون له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا البلاء مستشري الآن في العالم الإسلامي، يحتاج إلى مقاومة ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى دعوة، وهذا واجبكم وواجب كل طالب علم. نعم. إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طائفة بني آدم، وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك. نعم، تشبيه المخلوق بالخالق هذا هو المعروف. نعم. وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا. قالوا في البدوي: ما يدخل مصر ذرة ولا يخرج منها ذرة إلا بإذنه، بإذن البدوي، يعني صار البدوي هو الله، تعالى الله عن ذلك. نعم. وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا وقالوا: واصبروا على آلهتكم. ولكن والحمد لله لا تزال في كل بلاد دعوة للتوحيد، أنصار السنة في مصر والسودان، وفي كل بلد يكون فيها من دعاة التوحيد من تقوم به الحجة على قومه، والحمد لله، حتى لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم. وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا وقالوا: واصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه وتقرب إليه القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة. وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يوصي بعضهم بعضا: لا تذروا آلهتكم التي تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى، لا تطيعوا الدعاة إلى الله. ولكن إذا قامت عليهم الحجة
برئت الذمة منهم. نعم. وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه. بل إن بعض البلاد تستثمر هذه القبور، تأخذ مما يقدم لها من النذور ومن القرابين ومن تأخذ منها مما يقدم لها، تعتبرها استثمار، نسأل الله العافية، يجعلون لها سدنة، يجمعون المال ويؤخذ من هذا المال لبيت المال عندهم. نعم. وتقرب إليه القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. نعم. فكل مشرك فهو مشبه إلهه ومعبوده بالله سبحانه. نعم، ما عبدوهم إلا لما شبهوهم بالله، أنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم. نعم. فكل مشرك فهو مشبه إلهه ومعبوده بالله سبحانه وإن لم يشبهه به من كل وجه. نعم، ومن بعض من وجوه العبادة النبع والضر. نعم. حتى إن الذين وصفوه سبحانه بالنقائص والعيوب كقولهم إنه فقير وإن يده مغلولة وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم، هذه مقالات اليهود. نعم. وإنه استراح لما فرغ من خلق العالم والذين جعلوا يوم السبت، يقولون إن الله استراح يوم السبت، استراح يوم السبت، خلق السماوات والأرض في ستة أيام آخرها يوم الأحد، استراح يوم السبت. نعم. والذين مبدأها يوم الأحد، مبدأها يوم الأحد. نعم. وآخرها الجمعة، مبدأها يوم الأحد وآخرها الجمعة، يوم السبت استراح، تعالى الله عما يقولون. ولا خلقنا الأرض السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا رد عليهم، اللغوب يعني التعب كما يقولون إنه تعب، استراح يوم السبت، ما مسنا من لغوب. نعم. والذين جعلوا له ولدا وصاحبة، تعالى الله عن ذلك، جعلوا لله ولدا، قال والمسيح ابن الله، المسيح عليه السلام عيسى بن مريم ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وبعضهم يقول المسيح هو الله، وبعضهم يقول المسيح ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، هذه مقالات اليهود. نعم. والذين جعلوا له ولدا وصاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قالوا في المسيح، وكما قالت اليهود في عزير، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذه مقالاتهم، تعالى الله عما يقولون. الولد شبيه للوالد، والله لا يشبهه أحد من خلقه، والولد جزء من الوالد، والله ليس له جزء في خلقه، جعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا، لأن الولد جزء من الوالد، جعلوا له من عباده جزءا، تعالى الله عن ذلك. نعم. والذين جعلوا له ولدا وصاحبة، تعالى يعني زوجة. نعم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقولون إنه ناسب الجن، الله جل وعلا ناسب الجن، تزوج من الجن فولدت له الملائكة، ولدت له الملائكة، تعالى الله عما يقولون. نعم.
والذين جعلوا له ولدا وصاحبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لم يكن قصدهم أن يجعلوا المخلوق أصلا ثم يشبهون به الخالق تعالى، بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالا لا قصدا أن يكون غيره أصلا فيها وهو مشبه به. نعم. ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل لكونها في نفسه. وصفه بالصاحبة والولد هذا من أبطل الباطل، الله ليس له صاحبة، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني ليس له زوجة، تعالى الله عن ذلك. نعم. ولهذا كان وصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل لكونها في نفسها نقائص وعيوبا، ليس جهة البطلان في اتصافه بها هو التشبيه والتمثيل، فلا يتوقف في نفيها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه كما يفعله بعض أهل الكلام الباطل، حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب عنه، وإنما تنفى عنه باستلزامها التشبيه والتمثيل. وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات نحن نثبتها له على وجه لا يماثل فيها خلقه، بل نثبت له فقرا وصاحبة وإيلادا لا يماثل فيه خلقه كما تثبتون أنتم له علما وقدرة وحياة وسمعا وبصرا لا يماثل فيه خلقه، فقولنا في هذا كقولكم فيما أثبتتموه سواء، لم يتمكنوا من إبطال قولهم ويصيرون أكفاء لهم في المناظرة، فإنهم قد أعطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب، وإنما ننفي ما نفي عنه لأجل التشبيه والتمثيل، وقد أثبتوا له صفات على وجه لا يستلزم التشبيه، فقال أولئك وهكذا نقول نحن. ولما عرف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة استروح إلى دليل الإجماع وقال إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع، وعندهم أن الإجماع أدلته ظنية، أن الإجماع أدلته ظنية لا تفيد اليقين، فليس عند القوم يقين وقطع لأن الله سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. وأهل السنة يقولون إن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته، كما أن إثبات صفات الكمال والحمد واجب له لذاته، وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء. كيف يكون الذي خلق الخلق كله، خلق السماوات والأرض ومن فيهن، وخلق الدواب ورزقها، ألا يكون هذه صفات كمال لله سبحانه وتعالى؟ صفات كمال عقلية، اللي خلق هذا الخلق الفسيح وخلق هذه المخلوقات الهائلة وأوجدها من عدم، أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات من السماء والأرض؟ لا أحد يخلق مع الله، ما أحد ادعى أنه خلق جبلا أو خلق بحرا أو خلق حيوانا، ما أحد ادعى أنه خلق أبدا. بل أفرد الله جل وعلا بأنه هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى، فكيف يسوونهم بالله عز وجل؟ لكن العقول فسدت. نعم. ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به ووصفوا الله سبحانه به،
ودلت عليه العقول والفطر والبراهين فنفوه، وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه. نعم، يقول إثبات الأسماء لله، إذا قلنا الله سميع، الله بصير، الله له وجه، له يد، له، قال أنتم شبهتم المخلوق بالخالق. يقول لا، في فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ما يشبه هذا هذا، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه مشابهة المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. ومن العجب أن هؤلاء جاءوا إلى ما علم بالاضطرار أن الرسل جاءوا به ووصفوا الله سبحانه به ودلت عليه العقول والفطر والبراهين فنفوه، وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه. أي نعم، يقولوا أنتم مجسمة، هذه الصفات ما تكون إلا لجسم، والله ليس بجسم. أنا أقول مسألة الجسم ما ورد فيها كتاب ولا سنة، لا نفيا ولا إثباتا، من أين جئتم بهذا تجسيم؟ ما ورد هذا، ما ورد ذكر الجسم في الكتاب ولا في السنة، أنتم اللي ابتدعتم هذا الشيء. نعم. وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه فلم يثبت التشبيه. نقول لا، ما في تشبيه، صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولا يشبه هذا هذا. نعم. وقالوا إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه فلم يثبت لهم قدم البتة فيما يثبتونه له سبحانه وينفونه عنه، وجاءوا إلى ما علم بالاضطرار والفطر والعقول وجميع الكتب الإلهية من تنزيه الله سبحانه عن كل نقص وعيب، فقالوا ليس في أدلة العقل ما ينفيه، وإنما ننفيه بما ننفي به التشبيه. نعم، ينفون عن الله النقائص والعيوب، يقولون ما في دليل على نفيها العقل، يعني ليس العقل ما يدل على نفيه. وش العقل هذا الذي لا يعرف الله عز وجل وعظمة الله يكون هذا عقل؟ هذا عقل فاسد. نعم. وليس في الخذلان فوق هذا. إيه نعم، الله خذلهم. نعم. بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كماله المقدس، وهو سبحانه موصوف بما يضادها. انقلبنا الدليل عليهم، نقول نفيها يضاد كمال الله لأنها نقائص، لصار ما له سمع ولا له بصر ولا له إلى آخره، صار ناقصا، فأنتم الذين أثبتتم النقائص لله عز وجل، أما نحن فنقول له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، خاصة به، لائقة به سبحانه وتعالى. نعم. بل إثبات هذه العيوب والنقائص يضاد كماله المقدس، وهو سبحانه موصوف بما يضادها ويناقضها من كل وجه، ونفيها أظهر وأبين في العقول من نفي التشبيه، فلا يجوز أن يثبت له على أن يثبت له على وجه لا يشابه فيه خلقه. نعم. والمقصود أنه لم يكن فارق بين صفات الخالق والمخلوق، فارق. نعم. والمقصود أنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه وجعل المخلوق أصلا ثم شبهه به، وإنما كان التمثيل والتشبيه في الأمم حيث شبهوا أوثانهم ومعبودهم به في الإلهية. نعم. وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام، فأعرض عنه وعن بيان بطلانه أهل الكلام، وصرفوا العناية إلى إنكار تشبيهه بالخلق الذي لم تعرف
أمة من الأمم عليه وبالغوا فيه حتى نفوا به عنه صفات الكمال. أي نعم، نفوا صفات الكمال لئلا يشبه الخلق، الخلق له وجه والله له وجه، يقولون لا هذا يقتضي التشبيه، تشبيه ما عندهم فارق بين صفات الخالق والمخلوق، كما أنهم ليس عندهم فارق بين ذات الخالق وذات المخلوق. نعم. وهذا موضع مهم نافع جدا، به يعرف الفرق بين ما نزه الرب سبحانه نفسه عنه وذم به المشركين المشبهين العادلين به خلقه، وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله ويزعمون أن القرآن دل عليه وأريد به نفيه. والقرآن مملوء من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله، فهذا هو الذي قصد بالقرآن إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى غيره. قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند وهو الشبيه، أي شبه يشبهون الله عز وجل، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا أحد يماثله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمشركون يحبون الله لكن يحبون معه غيره، والموحدون يفردون الله جل وعلا ولا يجعلون معه غيره في صفاته وأسمائه وتصرفاته سبحانه وتعالى. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هي كتاب لكن غاب عن اسم صاحبه، اسمه الفارق، الفارق بين المخلوق والخالق. نعم، ومطبوع موجود. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق، فالند الشبه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه. ومنه قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. نعم، حسان ابن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، رد على أبي سفيان ابن الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست، لأن أبا سفيان هجى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه حسان قال: أتهجوه ولست له بكفئ، فشركما لخيركما الفداء. همزية، قصيدة همزية طويلة. ومن الله على أبي سفيان هذا فأسلم وحسن إسلامه وصار يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني له ندا. نعم، قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، عطف بالواو، والواو تقتضي المساواة والاشتراك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجعلتني لله ندا، يعني شبيها، قل ما شاء الله وحده. فلهذا يقال ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، تأتي بثم التي ترتب بين المعطوفات. نعم. وقال جرير:
أأنتم تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب النديد؟ فقال جرير أأنتم الشاعر المعروف مع الفرزدق مع من الشعراء صدر الإسلام. نعم. وقال جرير أأنتم تجعلون إلي هذا باليمامة في الرياض. نعم. وقال جرير أأنتم تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب النديد؟ إيه نعم يقول ما لي ند منكم ما أحد يشبهني منكم. نعم. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. إيه نعم هذا تفسير لله فلا تجعلوا لله أندادا أندادا تشبهون المخلوقين بالخالق فتعطونهم ما يستحقه الله جل وعلا من التعظيم والإجلال والانفراد بالكمال. نعم. وقال ابن زيد الأنداد الآلهة التي جعلوها معه. وقال الزجاج أي لا تجعلوا لله أمثالا. معنى واحد أمثال أشباه شركاء. نعم. فالذي أنكره الله سبحانه عليهم تشبيه المخلوق به حتى جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله. نعم. وكذلك قوله في الآية الأخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فأنكر هذا التشبيه عليهم وهو أصل عبادة الأصنام. والذين آمنوا أشد حبا لله فالمشركون يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره وصاروا مشركين. أما المسلمون فيحبون الله وحده محبة الخاصة بالله لا يشارك فيها أحد. نعم. ونظير هذا قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلق السماوات والأرض والذي خلقها هو الله كلها على سعتها وعظمتها خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه ولا يعجزه شيء. نعم. وجعل الظلمات والنور جعل الظلمات والنور والظلمات جمع ظلمة ولا تستوي مع النور. النور واضح جلي والظلمات خفية ومظلمة في فرق بين الظلمات والنور. شوف كيف أنه عدد الظلمات لأنها كثيرة وأفرد النور. النور شيء واحد. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون محل الشاهد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون به غيره من مخلوقاته. نعم. أي يعدلون به غيره فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. نعم. قال ابن عباس يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. نعم. قال ابن عباس يريد عدلوا بي من خلقي الحجارة يريد الله بهذه الآية. نعم. عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقروا بنعمتي وربوبيتي. نعم. سووا الحجارة والأشجار والأحجار بالله فعبدوها معه فمعنى هذا أنهم شركوا بين الله وبين مخلوقاته ومخلوقاته لا تشاركه سبحانه. نعم. وقال الزجاج أعلم الله سبحانه أنه خالق ما ذكر في هذه الآية
أو أنه خالق ما ذكر في هذه الآية، وأن خالقها لا شيء مثله، وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلا. والعدل التسوية، والعدل التسوية، يقال عدل الشيء بالشيء إذا سواه، ومعنى يعدلون به يشركون به غيره، قاله مجاهد. قال الأحمر يقال عدل الكافر، قال الأحمر، الأحمر، الأحمر بالراء، الأحمر، نعم بالراء، أي نعم. قال الأحمر يقال عدل الكافر بربه عدلا أو عدلا وعدولا إذا سوى به غيره فعبده، عدله، نعم. وقال الكسائي عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا. أئمة اللغة هؤلاء الذين ذكرهم من أئمة اللغة، نعم. وقال الكسائي عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به. ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين أنهم يقولون في النار لآلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذا اجتمعوا مع الأصنام في جهنم يوم القيامة قالوا فالله إن كنا يعني في الدنيا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، نعم. فاعترفوا أنهم كانوا في أعظم الضلال وأبينه، إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة والتعظيم. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم، رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم، هذا نفي، ما تعلم، ما تعلم له شبيها من خلقه، نعم. هل تعلم له سميا. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هذه الآية فيها أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض، نعم، وما بينهما فاعبده، وما بينهما فاعبده هذا توحيد العبادة، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة، نعم. هل تعلم له سميا. قال ابن عباس شبها ومثلا وهو من يساميه، وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق ومماثلا له بحيث يستحق العبادة والتعظيم. ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشبها لغيره، فإن هذا لم يقله أحد، ما أحد شبه الله بخلقه، إنما العكس شبه الخلق بالله عز وجل، نعم. بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا، فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمثيل، نعم. وكذلك قوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال، نعم. فلا تضربوا لله الأمثال، فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه، يعني يشبهون أحدا من خلقه به سبحانه وتعالى، نعم. فنهاهم أن يضربوا له مثلا من خلقه، ولم ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه، فإن هذا لم يقله أحد ولم يكونوا يفعلونه، ما في أحد يشبه الله بخلقه، إنما العكس شبه الخلق بالله، نعم. فإن الله سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء في فطر الناس كلهم، ولا الكفار، نعم. ولكن المشبهون المشركون يغلون في من يعظمونه، ولكن المشبهون المشركون يغلون في من يعظمونه فيشبهونهم بالخالق، والله تعالى أجل في صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره أصلا ثم يشبهونه سبحانه بغيره.
نعم، ما أحد شبه الله بخلقه، إنما العكس، شبه الكفار شبه المخلوق بالخالق. نعم. فإن الذي يشبهه بغيره إن قصد تعظيمه لم يكن في هذا تعظيم، لأنه مثل أعظم العظماء بما هو دونه، بل بما ليس بينه نسبة في العظمة والجلالة، وعاقل لا يفعل ذلك. وإن قصد التنقص شبهه بالناقصين المذمومين لا بالكاملين الممدوحين. ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين ولا بالناقصين، وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين. نعم، إذا قالوا لا سمع، ليس له سمع ولا بصر ولا 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 ولا، يكون أنقص الناقصين، اللي ما له صفات هذا أنقص الناقصين. نعم. فانظر إلى الجهمية وأتباعهم، جاءوا إلى التشبيه المذموم فأعرضوا عنه صفحا، وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا عكس ما بينه القرآن وجاء به من كل وجه. نعم. ومن هذا قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هو سلب عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه، ولم يكن هو كفوا لأحد، فينفي عن نفسه أي لله كفوا أحد، لا أحد يكافئ الله ويساوي الله ويشابهه. نعم. ولم يكن هو كفوا لأحد، فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. نعم. وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته وخصائصه، وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا يشابهه ولا هو ندا له ولا كفوا، فليس فيه مدح له. فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو ذلك لم يعد هذا مدحا ولا ثناء عليه ولا كمالا له، بخلاف ما إذا قيل لو جئت عند ملك من الملوك وقلت أنت لست بزبال ولا بكذا ولا، وتجيب صفات النقص، ربما يقتلك هذا الملك. لماذا تقول كذا؟ لست بزبال ولا كناس ولا شحال ولا ولا، هذا ما هم مدح. نعم. فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو ذلك لم يعد هذا مدحا ولا ثناء عليه ولا كمالا له، بخلاف ما إذا قيل لا تجعل للملك ندا ولا كفوا ولا شبيها من رعيته تعظمه كتعظيمه وتطيعه كطاعته، فإنه ليس في رعيته من يساميه ولا يماثله ولا يكافيه، كان هذا غاية المدح. اي نعم، هذا في المخلوق، كيف بالخالق سبحانه. نعم. وكذلك قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقف على هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل ينتظر طالب العلم أن يتخرج من الجامعة ليدعو إلى الله أو يدعو إلى التوحيد في بلاده، أو يتمكن من هذا خلال الإجازة؟ ما ينتظر لما يتخرج، يدعو إلى الله حسب ما توصل إليه من العلم، ينشر العلم الذي عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كيف نستطيع إقامة الحجة على المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم حتى تبرأ ذمتنا، فهم يقولون نحن نشهد الشهادتين لكنهم يفعلون أفعالا شركية. يشهدون الشهادتين لكن يناقضون الشهادتين بالشرك بالله، بعبادة القبور، بسبب
جحود أسماء الله وصفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يوجد صورة أو مجسم على شكل الشمس وهو لعبة للأطفال، هل يجوز لنا أن نعلقها في جدار غرفة الأطفال للزينة، أم أنها تعد من التعظيم لأن الشمس مما عبد من دون الله؟ والله ما هم طيبين، ربما يعظمون الشمس تيجي عقيدة المشركين. نعم. فضيلة الشيخ، غيب السماء نظرة بالسماء وش تعالج من حجرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقال بأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود؟ يخبر عنه بخبر، ما هو ما يوصف بأنه واجب الوجود، لكن يخبر عنه بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكون محبة الله سبحانه ومحبة رسوله بالتماس التوحيد والقيام بالسنة بالرغم من النقائص والمعاصي التي يقوم بها العبد؟ وهل يكون هذا حبا شرعيا يثاب عليه؟ هل يكون حب الله سبحانه ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتماس التوحيد والقيام بالسنة بالرغم من النقائص والمعاصي التي يعمل بها العبد، وهل يكون هذا حبا يثاب عليه صاحبه؟ ما حد يسلم من النقائص، ما حد يسلم من الذنوب، مع هذا يقوم بما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والبيان والتعليم، ما أحد كامل لو ما يقوم بهذا إلا الكامل ما قام أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا معلم أدرس في مدرسة، وقد عرض علينا كتاب للاجتماعيات لأدرس منه الطلاب، وتفاجأت بوجود صورة يزعم أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما الواجب علي حينئذ؟ كيف؟ يقول: أنا معلم أدرس في مدرسة، وقد عرض علي كتاب للاجتماعيات في بلدنا، ما ذكر شيئا. نعم. كتاب للاجتماعيات لأدرس منه، وقد تفاجأت بوجود صورة يزعم أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الواجب علي في ذلك؟ الواجب عليك إنكارها، الواجب عليك إنكارها. نعم. يعني هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: التوكل على الله سبحانه وتعالى ومحبته، هل هو داخل في عمل القلب أم في قول القلب؟ يقول: في عمل القلب، الرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والإسهال من أعمال القلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أسمي ابني باسم دانيال، وهل هناك نبي بهذا الاسم؟ نعم، فيه نبي بهذا الاسم، ولكن ما يسمى بهذا، ما المسلمون ما استعملوا هذا، ألا تسمي دانيال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: الصوفية عندنا يقولون إن تقسيم التوحيد إلى أقسام ثلاثة إنما هو من باب التفهيم فقط، فهل ما ذكروه صحيح؟ لا، ما ذكروه باطل. توحيد أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أو بالاختصار نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد
نعم، توحيد بالمعرفة والإثبات، هذا توحيد الربوبية، وتوحيد القصد والطلب، وهذا توحيد الألوهية. قصد القصد يعني قصد الله ودعاء الله والطلب من الله، هذا توحيد الألوهية. نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: والداي كافران، وعندما أدعوهم للتوحيد فإنهما ينزعجان من ذلك، كيف أتصرف معهما علما لأنني حاليا أدعوهم فقط بالخلق الحسن؟ نعم، استمر في دعوتهما بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن مع الصبر والاستمرار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دعاء الله سبحانه وتعالى عند قبور الصالحين وقصد ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الدعاء عند القبور ولا الصلاة عند القبور، لا يجوز هذا، لأن هذا يؤول إلى عبادة القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الألعاب التي على شكل حيوانات والمصنوعة من الخشب أو البلاستيك، هل تعد جائزة كلعب للأطفال أضعها في البيت؟ لا تربي أولادك على الصور، لا تربيهم على الصور يعلقونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يزرع أو يضع غصنا على القبر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن هذين القبرين يعذبان، فوضع عليهما الغصن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لو شدرينا أن صاحب القبر يعذب أو ينعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ينتشر عند كثير من العوام أن النائم إذا رأى ميتا في منامه قد دعاه ذلك الميت في المنام فذهب معه، أن ذلك علامة على دنو الأجل، فهل لهذا أصل في الشرع؟ الله أعلم، نسأل المعبرين للرؤيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت معي طفلتي الصغيرة وكنت أريد زيارة المقبرة، هل يجوز لي أن أدخلها معي؟ لا بس، إذا كنت خاف عليها، إذا كنت تخاف عليها تأخذها معك للمحافظة عليها، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: امرأة تتعمد استخدام الخادمات الكافرات من أجل العمل في محلها، تقول: حتى لا ينشغلن بالعبادة ويضيعن الوقت، يقول: ما الحكم في هذا الأمر؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، استخدام الكافرات في البيوت وفي، لا يجوز هذا، استخدام المسلمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: طبيبة تحضر إلى المسجد لتعلم الناس أو تعلم النساء بعض أمور الطب، وتعرض صورا لذوات الأرواح متعلقة بالمادة داخل المسجد، هل يجوز لها هذا الأمر؟ وهل تدريسها للطب في المسجد يعد من الأمور المنكرة؟ أي نعم، المسجد لا يصلح لهذا، تعلم في خارج المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من ذبح شاة لحصول نعمة
أنعم الله بها عليه، هل يجوز له أن يأكل من هذه الشاة علما لأنه قد قال إذا أنعم الله علي فإني أذبح الشاة، هل يأكل منها؟ لا، ما يذبح الشاة، ما يذبح الشاة لأجل أن الله أنعم عليه النعمة، يعني مش مناسبة الذبح هذا، الذبح عبادة ولا يذبح إلا في مواطن الذبح وأوقات الذبح لله عز وجل، مثل الأضاحي، مثل الأضاحي، مثل العقيقة، مثل قدوم الغائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ابنة أخي قد رضعت، يقول من زوجتي 5 رضعات، فهل تكون محرما لأولادي؟ اي نعم، اذا رضعت 5 مصات، اذا مصت الثدي 5 مصات ينزل عليها لبن، فانها تكون اخذت النصاب، نصاب الرضاع، يحرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، هل هذا حكم عليه بالخلود في النار؟ هذا وعيد، هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا تفسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز نكاح الكتابية في عصرنا هذا التي لا تلتزم بدينها ولا تقوم بأي عبادة في الكنيسة؟ لا يجوز، لا يجوز نكاح الكتابية التي التي لا تلتزم بدينها ولا تقوم بأي عبادة في الكنيسة، هذه ما هي كتابية، هذه ما هي كتابية. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل يقول وهل يجوز نكاح المرأة التي تعترف بالإسلام ولكنها لا تصلي؟ لا، هذه كافرة، اللي تترك الصلاة كافرة. نعم، يعني متعمدة، تتركها متعمدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل يجوز تمكين الكافر من مس المصحف الذي ترجم، يقول أو ترجمت معانيه إلى اللغة الإنجليزية؟ لا يمس القرآن، وإنما يمس التفسير، تفسير هو بيان معاني القرآن، لا بأس، لكن القرآن ما يمس. نعم، لا يمسه إلا المطهرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل جر الإزار إذا لم يكن للخيلاء هل هو محرم؟ إيه نعم، لا يجره، وإذا كان معه خيلاء فالإثم أشد. جر الإزار هذا إسبال، هذا من الإسبال. نعم، الإسبال حرام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس أعوذ بوجه الله من هذا الأمر، هل تجوز هذه الصيغة؟ اي نعم، أعوذ بوجه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا حكم الطبيب بموت شخص موتا دماغيا فهل تقسم تركته ويعد قد مات تماما؟ لا، ما تقسم تركته حتى تخرج روحه تماما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حد مدة الإقامة التي تنتهي بها أحكام السفر؟ 4 أيام
إذا زادت عن أربعة أيام انقطع السفر، أربعة أيام هذا سفر، وزاد عنها هذا انقطع السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يعمل في مؤسسة تبعد عن محل إقامته مسافة قصر، قد وفرت المؤسسة لموظفيها سكنا للمبيت قرب المؤسسة، إلا أن هذا الرجل لا يبيت في هذا السكن وإنما يذهب ويرجع يوميا مسافة قصر. سؤاله: هل يجوز له القصر والجمع؟ نعم، ما دام أنها مسافة قصر يجوز له القصر والجمع ولو كان يتردد. نعم، بل هو أولى بالرخصة من اللي ما يروح إلا مرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يأتي إلى المسجد من الساعة 7 صباحا وفي نيته أنه يبقى في المسجد إلى بعد صلاة العصر، لكي أو لأن هناك جنائز في هذا المسجد، يقول: هل له أن يتبع الجنائز في وقت صلاة الظهر ويذهب إلى المقبرة ويحجز مكانا في هذا المسجد ثم يعود إليه؟ إذا كان خرج بنية الرجوع لحاجة مثل يتوضأ مثل يحضر حاجة لا بأس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يتوجب على الورثة الاستعجال بتقسيم الميراث إذا كان عدم توزيعه وبقائه هكذا يدر عليهم أرباحا؟ نعم، إذا طلب أحد الورثة قسمة الميراث يقسم، أما إذا اتفقوا على تأخير القسمة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام مسجدنا عند مناصحته بتطويل القراءة في صلاة الفجر يقول: المهم أن نقرأ من طوال المفصل، فيقرأ بنا مثلا سورة الجمعة ويقسمها في ركعتين، قائلا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على التخفيف على المصلين، هل قوله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة، سورة الجمعة، ويقرأ بعدها سورة المنافقون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: بالنسبة للسقط الذي سقط قبل 40، هل يدفن في المقابر؟ قبل 40؟ نعم. لا، إذا كان إنه مضغة لحم، يعني فيه لحم، يدفن في المقابر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أركب مع المرأة لوحدنا في مصعد كهربائي؟ والله يعني ما مصعد الكهربائي ما تطول مدته، يعني ثواني أو دقيقة ما تطول مدته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زيارة قبر الميت ثم الجلوس والحديث معه وإخباره بما حصل ويحصل من الأمور؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. تدعو له وتسلم عليه وتدعو له وتنصره، ولا تقعد تسولف عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل في المحبة والتعظيم؟ نعم، الرسول هو أفضل الرسل، وهو خاتم الرسل. نعم. انتهى وفقك الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.